هاي. مساء الخير. مساء النور. مرسي. اشتقت لك. أنا كمان. تفضل. هلأ فهمت ليش أمك ما بدها تترك البيت. وينها؟ جوا بأوضتها نايمة. تفضل اقعد. خبرني شو صار معك؟ نزلت عن حقي. يوسف مضي على تعهد إنه ما يقرب لا علي ولا على أي شيء بخصني، وبكره الطور بيطلع من المخفر. ورجعت شفته لعمو فوزي؟ عمو فوزي بوسني وشكرني. وقال لي انسى اللي قلت لك يا عن ياسما، ما بدي ضايقك أبدا. أصلاً ياسما راحت هي وجوزها على بيته وما بعتقد تطلع لهون. ليه ما بدها ترجع لهون؟ قال عم بخانقها لأنه هون في أنا وعم بغار مني. شو بتشرب؟ هيبة. يمكن بالنسبة لإلك مش بالنسبة لإلي. فارس أنت بدك تثبت لحالك أنك خلصت من ياسما، بدك تفرجي الناس أنه أنت كمان قادر تحب وتعمل عائلة وتتجوز، بس هيك بتكون عم تستعملني إلي أنا. لا هيبة لا، إذا بتريد انتبه على كلامك أنا ما بستعمل حدا.